ودي البحر ولا تبالش البحر خطر ما بيجالش الكورة استحالة كده تقلش اسأل عننا اركب كده هو على القرش ياخدني لفة ما بركبش انا لانش لو عدت بيا بأمي كلم الونش اسطورة البحر انا بربي اسود لا مش دياب وعندي دبة نشيطة بس بزيادة واللي شافوني بيجروا ده كالعادة طبيعي مصل انا اخطر خطير حضر تاني راجع الوحيدة فسح الحيتان ده البحر بيشوفني حس بالامان مالقوة فيا انا خطر انا جامد انا ثابت اسطوره في البحر انا واقف بطولي خدت سيلفي مع القرش فبعتها للاكس جت وصاني في التاكسي وهو ده دوري كازمه عاليه لوحدي مايله سمكه عايمه شافتني تحولت لبوري بس شافني قام عرفني ايوه انا الشغف عندي بيبلغ فور كينج انا بطولي واللي مش عاجبه يخور جايلك في الضلمه وهقلب النور خدعتك ضحكتي وعايشتك في الدور ده وحنيتي بس لسه قلبتي في ركن البعيد جاهز انا بخطتي انا هاتي لحد ما تيجي حتتي ابو التنانين ياكل كله بالدور خطر حضر راح ببرق المطر قلب الدنيا انا بطلت جيت لبسني لو ذكر بعيد بعيد انا القمر اثر اختفى ملوش اثر جرافيك عندي تتكسر ماليش مسير فرو بحر قرار نجاح ده القدر هدف دوري في الهضره لعبه نضل واثرك انت ميسي ونيمار اكسب اليورو والدولار اشتري فراري او قمر قطره البحر يا بشر ابو التنانين او حضر كان الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا غريبة يعني يا معلم ايه النشاط اللي عندهم ده النهاردة مش عوايدهم يعني فرحانين ان افسحهم في المحيط بقالهم كتير ما بيخرجوش ما هم مش بيخرجوا عشان على طول نايمين الله يخرب بيتك ده انا ما صدقت صحي وخمس دقايق على بعض يا سلطعون البحر انتي 100 مرة اقولك ما تجيبيش سيرة النوم قدامهم دول ما بيصدقوا الله يخرب بيتك يا حلو صبح يا حلو طب يا حلو صبح هي جهزتوا كل حاجتكم؟ انا جاهز وجبت معايا شورت علشان لو حبيت انزل البحر لا يا عم ميت ايه انا مش هنزل في حته خلوني انا على المركب يا ابني بطل خوف بقى خلينا نستمتع باليوم الجميل ده احنا خلاص كلنا جاهزين بس لازم نروح بدري عشان نلحق قبل الزحمه طب بقول لكم ايه هو احنا هنرجع امتى من المكان ده مش هنطول هناك صح هنرجع بالليل في نفس اليوم كأننا خارجين يعني ويلا بقى خمس دقايق والكل يجهز وننزل وهنتقابل عند المحطة عشان نركب ونروح المين على طول جيالك يا محيط يلا محيط 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 فاضي يا محيط المعلم ابو التنانين بيضحي في العيد وعامل رحلات للمحيط مش دي مركب ابو التنانين اللي طالعه المحيط ايوه هي يا انسه طالعه لوحدك ولا معاكي حد لا معايا اصحابي دي بوسينه وده طه وده سامح يا اهلا يا اهلا وانا شفخص الدراع اليمين للمعلم ابو التنانين اتفضلوا يلا على المركب دي بالظبط وهنتحرك يلا يا جماعه اركبوا بسرعة ياه شكلها تبقى رحلة ممتعة جدا مش كنا جبنا لب طيب عشان يسلينا في الطريق يا رب استرها معانا يا رب المركب جهزت والرجالة عليها يا معلم حلو توكلنا على الله دوري المركب بقى وحضاني كويس وانت طالعة لحسن تخبطي المركب اللي رايح مثلث برمودا انا بعشق البحر زيك يا حبيبتي الحنون وساعات زيك مجنون ايه الجو الجميل ده ما كنتش متخيله ان الرحله هتبقى حلوه قوي كده ولسه ده احنا في اول الرحله بس هو فين ابو التنانين من ساعه ما اتحركنا يعني ما ظهرش يا جماعه ما تسيبوه جوه احسن الراجل ده شكله خطر جدا وبعدين ممكن يكون نايم فبلاش نزعجه بقى واسكت بقول لكم ايه انا سامع صوت حاجه غريبه من ساعه مركبنا فعلا الصوت حتى بعد ما اتحركنا ولسه موجود يبقى ده معناه ان الصوت ده معانا على المركب هنا تفتكروا ممكن يكون ايه عارفه يا سعاد احلى حاجه بحبها فيكي ايه نشاطك
كله تمام يا سيد المعلمين، بس ما قلتليش المكان اللي احنا رايحينه ده قدامنا قد ايه عشان نوصل له؟ قدامنا من 3 لـ4 ايام. طب وهنعمل ايه في اللي معانا دول؟ هنبدأ نجهزهم. احب اعرفكم بنفسي، انا المعلم ابو التنانين. طبعا طبعا يا معلم، هو حتى ما يعرفش برضو المعلم ابو التنانين اللي العاصفه ما قدرتش عليه؟ ومش بس كده، ده كمان اسطوره البحر اللي محدش يقدر عليه ولا حد يقدر يعدي حوالين منطقتك غير لما يستأذن. انا عندي استنتاج خطير. وايه هو الاستنتاج ده بقى يا ترى؟ اكيد اسطوره بحر زيك عايش عمره كله في المحيط، فاكيد اكيد بتحب السمك. احييك على نباتك. الله، اسم الكريم ايه؟ محسوبك سامح يا معلم، لو احتجت اي حاجة انده علي على طول، تلاقيني عندك. ويا ترى بقى لما هننده عليك هترد ولا هتعمل مش سامح؟ بخص عليكي، طفشت السمك من حوالينا بروح الفكاهة اللي عندك دي، عاجبك كده؟ يا معلم انا قلت بس افك الدنيا، وبعدين يا معلم احنا في رحلة وعيد، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة حبيبتي. قال قوليلي يا سفخس، مين اللي خلاك تبقي دراع اليمين؟ انت طبعا يا معلم ابو التنانين طول عمرك جدع، لمتني من الشوارع واحتضنتني من الاجرام. امال انت شغالة ايه دلوقتي؟ في الاجرام برضو، بس مع المعلم ابو التنانين. ايه اجرام؟ وطي صوتك يا ابني، انت سعاد نايمة جوه وما بتحبش حد يزعجها. انا اسف يا معلم، ما كنتش اعرف انك جايب المدام معاك الرحلة. لا دي مش المدام، سعاد دي الدبة بتاعتي. دبة؟ تعالى يا سعاد انت وغندور سلموا على الضيوف. لو سمحت كنت بسأل على المعلم ابو التنانين، الاقيه فين؟ ياه جيت متأخرة يا استاذة. ايه مات؟ لا طلع المحيط هو مجموعة شباب كده ما يتخيروش عنك يا مزمزي. يوه اديني ملحقتوش، كان لازم يعني يا ماما استناكي تعملي لي سندوتشات الجبنة بالبطيخ اللي بحبها، بس لا لازم اطلع وراه، هيجرالي ايه يعني؟ كنت بشتاق لك وانا وانت كنز مدفون في المحيط، والكنز ده اللي عيلتي ماتت بسببه، والرحلة دي هي اللي بخطط لها من سنين، ومن دلوقتي انتوا بقيتوا رجالة ابو التنانين، ونرجع بالكنز يا يحصل فينا زي ما حصل في عيلتي زمان. الموضوع خطر، بس انا معك وش يا معلم، انا من زمان وانا نفسي اعيش مغامرات زي اسامة واماني. مين اسامة واماني دول؟ كانوا بيدوروا على كنز برضو؟ لا لا يا معلم، دي قصة خيالية هي بتحبها قوي. المهم انا كمان معك يا معلم. وانا كمان يا معلم معاك كده. فاضل طاها، يا ريت كان ينفع اقول لا بس ما عنديش الاختيار ده، انا معاك يا معلم. حلو، اول حاجة هنعملها هي اساميكم، كل واحد هيبقى ليه اسم جديد تليق برجالة ابو التنانين. انت يا عايدة هيبقى اسمك بوزي الاخص اللي تشوفه يا سيد المعلمين، وانت يا ابو سينا هيبقى اسمك عفارة. اي حاجة حلوة منك يا كبير. وانت لا سامح هيبقى اسمك البولتي. ما تخليها تونة يا معلم. وانا عازمك على الغدا يا رجل، هو بولتي خلصنا. وانت يا طه هيبقى اسمك انديل. اللي حضرتك تشوفه. حضرتك ليه شايفني واقف في الفصل؟ لا لا الواد ده شكله هيتعبنا، انا هرميك لغندور. لا لا يا معلم ده انا بهزر معاك. ايوه كده اظبط كده، كل واحد فيكو عرف اسمه، جهزوا نفسكوا بقى عشان هنبدا اول التدريبات للمهمه. ناوي تبدا باني تدريب يا سيد المعلمين؟ احنا هنبدا بتدريب الغطس في اعماق البحار. مش خطر عليهم ده في الاول يا معلم؟ المنطقة هنا مليانة قروش وحيتان. عيب يا بت اسفخصة، وانا تلميذ الوقت ده السمك كله نايم.